يا هلا ومرحبا اخواني اخواتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم بتكلم عن موضوع بطانة الرحم المهاجرة. الموضوع هذا يخص النساء ما يخص الرجال، ولكن اذا انت تحب مواضيع الطبية وتحب تسمع مواضيع خليك قاعد، راح تستفيد عشان تفيد احد اذا صار فيه الخلل هذا. زين، راح نتكلم عن بطانة الرحم المهاجرة، شنو يعني بطانة الرحم المهاجرة، وايضا شنو الاسباب وشنو العلاجات المساعدة. خلكم معي، واللي ما يعرفني معاكم محمد الغريب، ممارس بالطب التكاملي. خليك مع بضاري. أوكي. أختي الغالية ركزي معي عشان نفهم الموضوع كله. شوفي الصورة هذه، عبارة عن بطانة رحم، وعبارة عن مهبل، وعبارة عن قناة فالوب والمبايض. واضح كانت صورة قدامكم. ما لنا شغل ولا شيء، بنتكلم عن بطانة الرحم. حلو، بطانة الرحم عضلة، ولكن عضلة مجوفة. شنو داخل العضلة هذه؟ داخلها أنسجة وخلايا. إنزين، شو اسم الخلايا اللي داخل هذول؟ سهل جدا، اسمها خلايا بطانة الرحم. للحين واضح؟ لا تقولي لي ما فهمتي شيء، للحين واضح. حلو، الخلايا هذه تبدأ تنمو. متى تنمو؟ وهي خلايا قلنا مالت بطانة الرحم، من أول يوم دورة تصير لك تبتدي الخلايا هذه تنمو وتكبر. حلو، تكبر تكبر تكبر. بعدها الخلايا هذه إذا في حمل تستمر بالنمو، وإذا ما في حمل خلاص تنزل هذه الخلايا على هيئة دم. واضح للحين؟ واضح. انزين، الخلايا هذه تهاجر، تغير مكانها. الحين بنعرف شنو يعني مهاجره. الله يخليك ركزي معي. اول فيديو شنو قلت لك انا؟ قلت لك انا في خلايا حق بطانه الرحم مخصوصه، هذا مكانها. وين كاي؟ شوف الصوره، مكتوب بطانه الرحم كذي رايح السهم، هذا مكانها. ولكن يعني شنو تهاجر؟ يعني بدال لا تقعد بهالمكان تقعد بمكان ثاني. يعني مثل شنو؟ وين تروح؟ تروح مثلا بقناه فالوب اللي تشوفونها، تروح مثلا بالمبيض، واذا قعدت بالمبيض تخرب على مخزون المبايض، بعدين مخزون المبايض يصير قليل. ساعات تروح بالامعاء او تنتشر باي مكان يا جماعه، تقعد وتستوطن داخل وتجمع دم وتسبب الام وتسبب وايد وايد مشاكل. عرفنا يعني شنو بطانه الرحم المهاجره؟ يعني ما تقعد بمكانها، تروح تقعد بمكان ثاني. انزين، ليش كذي؟ شوفوا، كل الدراسات وكل النظريات للحين ما اكتشفوا شنو السبب الرئيسي، ولكن انا بضاري عندي وجهه نظر وايد قويه وان شاء الله راح تعجبكم، بصراحه انا مقتنع فيها. يلا نسمعها. اختي الغاليه ركزي معاي، خل اقول لك ليش الخلايا هذه هاجرت راحت مكان ثاني. اوكي، بقول لكم مثال ولكن على قدي، هو مثال يعني كذي مش حالك، ولكن والله هذا اللي طلع معاي. اهم شيء بس توصل الفكره. اوكي، سامحوني، اعتذر منكم. شوفوا، نفترض عندكم قطوه ميو، قطوه. القطوة هذه انت معودها على اكل بنظام معين. يعني شنو؟ مثلا تعطيها اكل الساعة 9 الصبح، تعطيها مثلا اكل الساعة 12 الظهر و3 العصر، واضح؟ غير هالحزات القطوة هذه ما تاكل. حلو، نفترض هذه القطوة طلعت برا، طلعت بشارعكم الساعة 2 الظهر مثلا، مو موعد اكلها، شافت اكل بعيد، شنو راح يصير بالقطوة هذه؟ من الطبيعي هذه غريزة بتروح تاكل من الاكل، ولكن انت ما راح تخليها تاكل. ليش؟ لان في نظام انت تمنعها. انزين، اذا النظام مو موجود، انت مو موجود، شيء طبيعي راح تروح القطوه وتاكل اكل بغير موعدها. شنو نفهم من هذه الفكره؟ الحين اقول لك. ليش انا قلت لكم مثال عن القطوه؟ اللي بوصله لكم ان الخلايا نفسها مالت بطانه الرحم في نظام يخليها تقعد بهذا المكان. حلو، اذا النظام هذا مو موجود، تقوم هذه الخلايا تنتقل. ليش؟ لان تبي دم، فتروح عند اي مكان في دم عشان تكبر وتتعايش فيه. انزين، النظام منو حاكمه؟ خربطه الهرمونات. يعني اذا صار عندك خربطه هرمون، احتمال الخلايا هذه ما تستقر ببطانه الرحم، هذا رقم واحد. زائد اذا ما في نظام والخلايا هذه مو قاعده تيلها ترويه من الدم، ما راح تقعد بهذا المكان، راح تهاجر تشوف لها مكان عشان تستفيد منه وتتعايش فيه. يعني من اللي مخرب السالفه هذه كلها؟ ارتفاع الاستروجين والاندروجين. الاندروجين هرمون الذكري، زائد عندنا خربطه شنو؟ بالبروجسترون. يعني استروجين اندروجين بروجسترون، زائد شنو؟ ما في ترويه حق بطانه الرحم، ناقص فيتامين واحد. تبي تعرفونه؟ الحين بنوقف هذا الامر، ما نبي يتطور. اوكي، ما نبي نثبته، ركز، نبي نثبته. بس شنو ناخذ؟ ناخذ الزنك، وناخذ الاوميجا 3، وناخذ الدي اي ام. هذول شنو يسوون؟ يقللون من الاستروجين الضار والاندروجين. الحين ثبتنا، الحين نبي ننظم الوضع، نبي ننظم الهرمونات. شنو نسوي؟ ناخذ الماكاروت يا جماعه لمده 3 شهور. يا جماعه الماكاروت هي اصفر واحمر واسود، الاصفر نحاول ما ناخذه،
خلنا ناخذ نركز على الاسود، ما لقينا اسود ناخذ الاحمر. انزين في ميكس خلاص، بس انا قلت لكم الاسود افضل شيء، اللي تحت الاحمر اردى واحد فيهم الاصفر، واتمنى ما تاخذونه. الحين ضبطنا، الحين بنزيد الترويه حق بطانه الرحم، ما نبي الخلايا تروح مكان ثاني تقول لا الحمد لله احنا عندنا دم وامورنا طيبه. شنو ندخل؟ ركز معي، ركزوا معي، ما خلصنا يا يعني نبتدي صح او ما نبلش الموضوع بالمره. هرمونات وقفناها، يعني ما في استروجين ضار وقفناه، خربطت الهرمونات قاعد تضبط شوي شوي وربي لك الحمد. انزين شفتوا هيمنه الاستروجين الضار وين راح تروح؟ هذه الهيمنه راح تقعد بمكان، وين راح تقعد؟ راح تقعد على الكبد. حلو وعادي، خلي تقعد على الكبد، لا مو عادي مو بكيفك، الكبد عنده وايد وايد وظايف كافيه، هو اللي قاعد يسوي لنا البروتينات الناقله، فانت وايد مضايقه. زين نبي نشيل الاستروجين اللي مضايق الكبد زائد الدهون اللي عليه، شنو ندخل؟ عشبه يا جماعه، هذه العشبه تبارك الرحمن مساعده بوايد اشياء، تشيل لنا الاستروجين العالي من الكبد. شنو هذه؟ عشبه القراص يا جماعه، داية العشبة هذه. زائد شنو تستفيدون منها؟ تطلع الماي زايد من الجسم، زائد إذا كانت عندك آلام بالمفاصل تروح هذه الآلام وتكسر لنا اليوريك أسد والأملاح. الحين ضبطنا كل شيء وربي لك الحمد والشفاء عند الله سبحانه وتعالى. الحين شفتوا الخلايا مالت بطانة الرحم؟ ما نبيها تروح، نبي نقول لها لا تروحين، إذا دورين على دم وفي نقص فيتامينات ومعادن ترى بنعطيك كل شيء. شنو نعطيها؟ هذا الفيتامين مهم مهم جدا. شنو هذا؟ فيتامين اي. ولكن لحظه مو تسمع فيتامين اي وتطلعين لا نطري. فيتامين اي له تفاصيل وايد، خلنا ناخذه حبه حبه. اول شيء ناخذ فيتامين اي صيغه الالفا، اوكي ما ناخذ غير الالفا، الفا خلصنا. لا دير بالكم لا تاخذون فيتامين اي صيغه توكو فيرول، انتبهوا كل اللي بالسوق موجود لو تروحين صيدليه تقولي ابي فيتامين اي راح يعطيك توكو فيرول، الصيغه هذه مو نشطه. هل شنو ناخذ؟ ناخذ توكو ترينول. فيرول لا، ترينول اي ترينول، وراح اطلق مياه. عرفت شلون؟ اذا ما حصلتي خلاص اخذيهم ميكس توكو فيرول وخلصنا الموضوع. اختي الغاليه انا نفس اخوك صح؟ نفس اخوك انت تتابعيني، تكفين ابوس ايدك، اكل صحي كافي، كنافه بسبوسه لقيمات الله يخليك بس كافي، تكفين ساعه باليوم، ساعه باليوم بس، ما منك ساعة. أو دشي نادي، دشي نادي، مو كل ما يصير عيد ميلادك يبون لك هدايا تراك ما شنو، قولي لهم الله يخليكم اللي يبي لي هدية شاركني نادي، شاركيني بوجبات استخلي. خلاصنا بننزل هيمنة الاستروجين العالي، وألف سلامة عليك وما تشوفين شر، وضبطي أكلك والشفاء عند الله سبحانه وتعالى، وعسى الله يشافيك بأسرع وقت. ومشكورين وايد إنكم تميتوا معاي لآخر الحلقة، كان معاكم أخوكم بغاري، ما تشوفون شر بس بوسه.